في مسافة بينهم، الأب هنا والولد تحت، لا يسميه باسمه ولا يمشي أمامه ولا يتكلم قبله. الشباب اللي بيقول لأبوي اعمل حج وروح يعمل حج وتعالى اعمل حج واطلع من دول يعمل حج وبتلعب بدلك اليومين دول يا عم الحج انا شفت اولاد بيقولوا لابوه، واحد بيقول لابوه في مجلس انا كنت فيه يعني، بيقول له يا عم الحج شكلك اليومين دول بتلعب بديلك، عايز تتجوز على امي ولا ايه؟ ده بيضحكوا يعني مع بعض والكلام. لا فطبعا انا ما فوتتش المساله دي يعني، قلت له يا ابني ما عيب الاب ما يتقالوش هذا الكلام، لكن بكل اسف الاب هو السبب في المساله دي. الاب هو السبب انه ايه اختصر المسافه وقال لك اذا كبر ابنك ايه خويه، خويه يعني خليك ايه اخوه يعني، لا عمر الاب ما يبقى اخ ابدا في يوم من الايام. ليه؟ لان الاب ده له حقوق، فالحقوق دي سببها المسافه التي بين الاب وبين الابن، فيبقى الاب ما يفسدش الابن باختصار المسافه دي اللي بينه. عايزين نقول المرأة ما بينها وبين الرجل كزوجها يعني مسافة، ورتبت أحكام على هذه الايه؟ على هذه المسافات. لكن كلما فالمسافة دي أنا عايز أقول بتدي الرجل نوع من الاعتداد بالنفس يعني، تحطه على قبة الغرور، أنا الراجل وأنا اللي مش عارف فيه والكلام ده، إزاي الست تكلمني بالنظام ده.